السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد في حلقة جديدة حول كيفية أو ما هي الخطوات المتبعة للقبول في ميرش باي أمازون. سنتبع الخطوات في هذا الفيديو، هي ثلاث نقاط مهمة جدا يجب أن تتبعها وتعمل بها بجد، فسيتم قبولك بإذن الله في هذه الحلقة. وسأقدم لكم اثنين أو ثلاث أمثلة عن الرسائل التي تبعثها أو ترسلها لأمازون. ستجدون الرسائل مكتوبة هنا في أسفل هذا الفيديو على علبة الوصف. أول نقطة يا إخواني يجب اتباعها، وهي إدخال المعلومات بدقة. المعلومات يا إخواني يجب أن تكون صحيحة، لأنه اعلم أنه إذا أدخلت المعلومات خاطئة أو أرقام الحساب البنكي ناقصة أو خاطئة أو تاريخ الميلاد أو الاسم أو أي شيء خاطئ، فسوف يتم رفض طلبك ولو كنت لديك كل المؤهلات. والكثير من الأشخاص رفضت طلباتهم فقط من أجل هذا الشيء، لأنه ينقص حرف أو رقم واحد أو أي شيء. لذلك تأكد من المعلومات مرتين أو ثلاث قبل أن ترسلها إلى أمازون. تأكد من أنه عندما فتح الحساب تضع كل المعلومات صحيحة، الإيميل، الباسورد، وتنتقل إلى الصفحة القادمة. الخطوة الثانية وهي الضرائب. الضرائب أيضا يجب أن تكون صحيحة وأن تدخلها باتباع النظام الخاص بأمريكا. والمعلومات التي فيها هي كالتالي: أولا نوع الشركة، يجب أن تضع نوع الشركة individual أو business. تضع أنت individual، أي شخص ليس لديه شركة بل هو يعمل كشخص يفعل individual، ثم يدخل الرقم الضريبي الخاص ببلده ومكان دفع الضرائب، هل أنت شخص أمريكي أو أجنبي فيما يتعلق بدفع الضرائب. إذا كنت أجنبي أدخل رقم الضرائب المعروف بـ TIN من البلد الذي أنت متواجد فيه. بالطبع تأكد من معلومات الضرائب وادخلها بدقة ولا تقوم بأي خطأ. هذه معلومة ثانية مهمة جدا. وآخر نقطة هي الرسالة. النقطة مهمة جدا أيضا هي الرسالة. اكتب الرسالة متعلقة بخبرتك في مجال التصميم. لا تقول لهم أنا عمري كذا وسني وأسكن في كذا، لا يريدون يعرف من أنت، يريدون يعرف ما الذي يمكن فعله وما الذي ستقوم بتصميمه وعدد سنوات الخبرة لديك في هذا المجال، ولماذا يجب أن تقبلك أمازون كمصمم. لأعطيهم سبب، يعني شيء يخصك يمكن أن يجعلهم يقبلونك لأنه لديك الخبرة المتطلبة يعني في هذا المجال، ولديك الخصائص الذين هم يطلبونها، وأن تؤكد لهم معرفتك بالمجال في التصميم كاستعمال الفوتوشوب والإليستريتر أو دقة التصاميم وغيرها. وإذا كان لديك موقع تدخله يعني ولو موقع الفيسبوك الخاص بك، إذا كانت لديك صفحة خاصة على فيسبوك أو إنستغرام أو موقع خاص على ووردبريس أو بلوجر أو أي شيء يجلب أمازون يعني نظر، يعني أنه لديك متابعين، لديك يعني أشخاص يتابعون ما تفعله خارج أمازون، فضع اللينك الخاص بك على ذلك الموقع الأوبشنال. إذا كانت لديك صفحة فيها متابعين وفيها مشاركات وفيها نشاط، وإلا لا تدخل أي شيء. هذه هي ثلاث نقاط مهمة أردت فقط أن أضعها، لأنه الكثير من الناس رفضوا لأسباب تافهة لا يعلمونها. هذه الأسباب هي خطأ في الاسم، اللقب، أو حرف ناقص، أو كلمة، أو اسم البنك، أو أي شيء خاطئ ولو بحرف سيتم الرفض مباشرة. لذلك اتبع هذه المعلومات خطوة بخطوة، وإن شاء الله سيتم قبولك في غضون أيام. أيضا سأضع لكم رسالات، أمثلة عن الرسالات، قم بتعديلها قليلا على حسب خبرتك في المجال وكذا، وقم بإرسال طلب مجددا، وإن شاء الله سيتم قبولك بإذن الله في ميرش باي أمازون. تحياتي لكم خاوتي، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو، لأنه إذا حفزتوني فسأقوم بنشر كل ما أعرفه عن ميرش أو أمازون أو أي مجال آخر في الربح من الإنترنت. وأراكم في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.